السلام عليكم لاباس. بما انه نهار شرا لعيد الميلاد ديالي، فقررت رزان ورزالي يديروا لي مفاجأة نهار 10 في 10 في الصباح بكري. انا فقت مع 7 ديال الصباح. المهم هالمفاجأة اللي داروا لي، ثانك يو. وير از ماي كيك؟ اوكي رزان. هابي بيرثدي تو مامي، هابي بيرثدي تو مامي، هابي بيرثدي تو مامي، هابي بيرثدي تو مامي، هابي بيرثدي تو مامي. ثانك يو رزان. Okay, Ina. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. Okay. 1, 2, 3. Together. Way. Kiss me. And we need, and Baba, we need birthday hat. No. Salam alaikum. Kidiri. Labas alaikum. Kulshi bekhair. اوكي سيس، كلشي بخير. كلشي بخير. صباح الخير. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كنتمنى انكم تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. غبرت عليكم بزاف. صافي بركه. وان تايم اولي. حبيبي حبيبي قولي 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 السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. غبرت عليكم غبره هذا شنو نسميها؟ غبره ديال اليهود. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كنتمنى انكم تكونوا في صحه جيده. الا توحشوني، حتى انا راني توحشكم بزاف بزاف والله العظيم. وتوحش صراحه فلوغي وداك الشيء. المهم اللي كيسولوا عليا ولا تيقولوا لي فينك فين غبرتي، عطونا شي خبر عليا. راه كنقرا التعليقات ديالكم. المهم بالنسبه راه الحمد لله انا بخير وعلى خير عليا، اللهم لك الحمد، في صحه جيده اللهم لك الحمد. المهم غير بعد التغييرات اللي وقعت لي في الحياه ديالي، المهم غادي تعرفوها من ان شاء الله الفلوكات الجايين. المهم دابا حنايا خارجين، اليوم العيد الميلاد ديالي، جوايز انيفيرسير، هابي بيرثدي تو مي. المهم رزان مشات مع باباها يجيبوا البيتزا، غناكلوها في الطريق. اوكي شو دومينوس غناكلوها في الطريق باش نمشيو ان شاء الله. قال لي رزان غنديكم للبحر، كيقلب الشوق بلا كيقلب على الحوت مشوي في التليفون اونلاين، يعني البلايص اللي زوينين فيهم الحوت مشوي. المهم هادشي اللي غنقول لكم. غبره ديال بصح، ولكن والله ماشي لخاطري صراحه. شي ظروف وزوينين، شي ظروف زوينين ان شاء الله غادي تكتشفوهم من القدام. المهم البيتزا ديالنا راه وصلت. ايايا غناكلو البيتزا. اي رزان you have to open for her. قال لك المهم حنا ناكلو البيتزا ديالنا في الطريق باش نسدو علينا الجوع شويه. صافي ونشوفو شنو غناكلو في البحر. والله العظيم عتي راه الحمد لله تفكينا شويه الحجر وداك الشيء. بالنسبه للقاح انا راه مازال ما درتش اللقاح، ان شاء الله يلا كنفكر باش نشوف فين غادي نديرو. يعني ما بقوش كيعطوا المواعيد اونلاين. صافي هادشي اللي كاين، هادو هما اخر الاخبار. والاخبار الاخرين ان شاء الله راه غادي تعرفوهم شويه بشويه. Can we eat here? No, it's okay. Yala, ناكلو البيتزا ديالنا. واو شي حاجة فنة. كلاسيفايد تشيكن، عرفتي كتعجب رزالي بزاف. I want. Okay. See you later.
لينا. Yes, but really hot. سخونة. قولي بنينة سخونة. بنينة سخونة. سخونة. يلا رزيلي. بنينة بنينة. Classic fried chicken. My favorite. Indominus. صراحة هي اللي زوينة. Oh. That's why they say classified. Oh. Mm. But my friend work, they already say this garlic butter. أتي زوينة 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 بلاصوص بيضة. ديما أنا كلها غير أول مرة نشارك معكم زعما علاش بنينة حيت تكون فيها واحد لاصوص بيضة. صراحة ما دايرش بحال فيها ما عرفتش كيفاش نقول لكم وين بنينة وصافي. المهم انا تقريبا راني وصلت. اما شي بحر بحر المهم غير في ريحه البحر الناس كيتصوروا وداك الشيء. هاد البلاصه سبحان الله العظيم صغيره ولكن خارج منها البحر. زر نايد في البحر نايد نايدين في البحر. بالنسبه لهذا البحر هذا راه ما شاء الله سبحان الله راه بحر وغابه ما عرفتش كيفاش غادي نوصفه لكم على الطول ديال هذا الشط هذا غير الغابه والماء كيخرج من البحر والله العظيم سبحان الله عجبني الحال بزاف. ريحه الشوا جايه من هنا. اه الفخر اه نزوين هنا هي الجوزوي اي من هنا احسن من هنا تيبان الغروب زوين. الله شحال ما شميتي حتى البحر. I'm not strong. My hijab, my hair, all outside. Oh, Razali, that's Tom, Razali, Razali. Hai, assalamualaikum. Tuntas. We need this mold. We need more to do like cake, you know? Right. And I want to make a sandwich. She first time Miss Kim, she play with this, you know? Is it Arzan? Yes. And I want to make a bread cake. Let's do this. Okay. Okay. My birthday cake no, done. Let's make a candle.
Okay, I write Sukaina. Wait. How to write Sukaina? Cannot write Sukaina. Ayah. I want to go wash my hand. Our adventure today, Razan. A picture. You can take picture. Animal. Oh, Baba, no. Afraid fish. You're afraid fish. You're afraid everything. I afraid fish frog. Fish frog. Ikan belacak, not fish frog. She already give name. Frog. She have behind and in front. She have four hands, but this one have only two hands. Same like mermaid. Why cannot see sun? Because need to do like this. See? My place have, see? My hair nice. It's okay, just stop. Okay, what to say? مهم المغرب وادا. مش الغروب وادا. مهم العرس وين. Above. Yes. No, I'll show you above there. مهم هذا البحر تاع جيرام. بعيد علينا تقريبا ب 20 كيلومتر. المهم جينا لي اليوم باش نفوجو شويه لان شحال هذه صراحه ما خرجتش على برا ما مشيتش لبلاصه بعيده. المهم هذا البحر بعدا الحمد لله فوجي علينا شويه وصافي. هادشي اللي كاين مرحبا بكم معايا مع سكينه في ماليزيا. المهم غبرت عليكم ولكن ما تدعوش مني قلت صواب لان صراحه غبرت عليكم بزاف لا اخبار لا شي حاجه ولكن جاب الله كيسير بعدا تسحوا لينا شويه المجال باش نخرجوا نتساراو. اللهم لك الحمد الحمد لله. Sita Razan. Hi, salam. Now we in Pantai Jiram, Kuala Selangor. 20 km from our house. I want to swim but here cannot swim. Itchy. Mud. قال لكم ما يقدرش يعوم لحقاش هنا كيتقدر يجيك الحكا في اللحم ديالك. Here can do fishing. Yes. تبارك الله شادين الصف ومازال كاين عباد الله لداخل. هذه واحد القهوه معروفه مشهوره بالحبل. تبارك الله. يو اودر مغرب افتر عشاء يو كام. ما شاء الله تي بزاف عرفتي. مشينا ورجعنا ولقيناهم مازال كاينين بزاف الناس ناري ما شاء الله تبارك الله. شوف هادشي كله غيدخل داك الريستورون ديال الفلس. بما انه القهوة اللي شفتو دابا يا حنا في الطريق كنا شفناها الناس كانوا تبارك الله الصف كيدخل والصف كيجي الصف كيعمر واحد الصف وكيدخل وكيجي ثاني صف اخر. عطي الناس بزاف خرجوا اليوم بزاف فكحيت دابا كاع تقريبا تبارك الله ماليزيا صافي راه تقريبا كلشي دابا تقدري تسافري لماليزيا من مدينه لمدينه صافي يعني حلوا الحدود ما بين المدن. داكشي علاش الدنيا عمره جات جينا لهاد القهوة هادي ان شاء الله. المهم ما بغيتش نحرق لكم المراحل. المهم الديكور ديالها عجبني وداكشي والخضوره والاشجار وداك الضوء الخضر اللي دايرين فيها عجبني بزاف. كيديروا الماكله التايلانديه بالحق. ملي سولت قلت لهم واش عندكم الحوت مشوي قالوا لي ما عندناش فما عنديش الزهر. ماشي مشكل مره اخرى هذه البلاصه اللي اختاريت باش نجلسوا فيها هذه الطابله هذه صافي وكملوا معايا الى الاخر باش تعرفوا شنو كاين. عرفتوا تقريبا الناس كاملين خارجين اليوم تعطلت علينا الماكله بزاف حتى باقي كنتسناو فيها باقي مازال ما سالاوش الماكله الطياب ديالها
المهم خدينا مكلة تايلاندية لحقاش البلاصة ديال سميوشو ديال توت مشوي ما اليوم ما عندناش الزهر فيه لحقاش كان زحام بزاف بزاف كيف شفتو في الفيديو راه زحام ديال بصح مشينا ورجعنا ولقينا مازال الصف طويل ومازال على بالله الداخل على الداخل ديال الناس كاين بزاف صو ما قدرناش ندخلو. المهم باقي كنتسنى غير بغيت غير العصير يجي عطيت شي حفانه مازال ما جاش العصير شو رزن رزن هذا كايلان ايكان ماسين خضر الورقيه مع السمك المملح هذا البيض بطريقه تايلانديه كلشي هادشي بطريقه تايلانديه هذا الدجاج دجاج مقلي في الدقيق مع الفلفل يابسه والخضر هذا توم يام ميكس توم يام تشينج توم يام معروف عند التايلانديين المهم هذا الرز هذه الخبطه خبط الرز خبط صالح هذا الرز ديالي كنتسناو في سميتو كنتسناو في الحوته تجي بلي تجي نوريها لكم المهم غير باش نعاود لكم القصه ديالنا راه دوموندينا الماكله في واحد المطعم درسنا ساعه ديال المكانه والزياده ما جابوش لينا الماكله غير العصير وانا اللي مشيت جبته من عند هذاك اللي تيصوب العواصر غير بحال شكل الدلاح تاع العصير وداك الشيء مشيت جبت عندو الماكله جبت عندو العصير عفوا وكنتسناو في الماكله ساعات ساعه والزياده كاينين حدانا شي ناس جالسين حدانا في الطبله وحتى هما مازال ما جابوش ليهم الماكله غير العصير وعرفتي كيدخلوا الناس وكيشدوا عندهم لا كوموند كيدخلوا كيشدوا عندهم الكوموند وهما مازال كاع ما قدروش يوفيو الطلبيه للناس اللي جالسين قبل وانا شفتهم كيعطيو الماكله لشي واحد يدخلوا من بعد منا صراحه انا تعصبت مشيت لعند هذوك ديال الكاشير تعصبت عليهم قلت لهم فين هي الماكله حنا الساعه والزياده والناس اللي حدانا حتى هما ساعه والزياده ولا كثر كاع قبل منا لقيناهم ومازال ما كياكلوش صافي عرض علي تعصبت مشى للطوموبيل قال لي خرجي قلت لي يلا انا نعطيهم غير 10 دقائق عطيتهم 10 دقائق ما جاوبوش لينا الماكله صافي وانا نخرج صافي تعصب عليا رضا اللي قال لي وما تتمشي خرجنا وجينا لواحد مطعم واحد اخر صراحه ورضا راهي ناعسه مسكينه فوق الكرسي والله العظيم اصعب حاجه هي تدخلي عند المطعم وما يجيبش لك ما يجيش عندك الناديل وما يجيبوش لك المشروبات في الوقت يعني هما الاولين بعدا باش تنصيبيهم الخطا ديالهم وزيد عليها الله جات هادي بيكانسيا طاب دي كراسا ما عندهمش الصراحة بدون نفاق بدون نفاق الصراحة الماليزيين ما عندهمش السيرفيس ما نكذبش على الله حرام مازال كتمشي عند التايلانديين كيديروا معاك المزيان زعما كيجيو عندك دغيا كيجيبوا لك الماكلة الطيبة بحال دابا هادو جلسنا عندهم ما كملناش 15 دقيقة جابوا لنا كل شيء جابوا لنا العصير جابوا لنا كل شيء اوكي ايوا صافي قلت لكم هذا الشيء اللي كاين دابا حنا بدنا نطعم وجينا كناكلو بلاصه وحده ما عندناش اليوم الزرف في الحوت مشوي ما عندناش الزرف المطعم اللي مشينا ليه صراحه هذاك المطعم اول مره غنمشي ولا حتى هذا اول مره هو المهم هذا الشيء اللي كاين ثانكيو كاينه كتقول فينا الجوع فيا الجوع فيا الجوع فيا الجوع حتى تسخفات صافي حتى قلبنا الوجه يلا السلام عليكم صافي كلينا عمرنا الكريشه عمرنا الكريشه والله الا طلع لينا الدم بزاف وحق الا طلع لينا عرفتي قال لك رزالي افتر هانغري انغري قال لكم اللي كيتك يضرك الجوع بزاف كتطلع لك الدم راه صح نيت ايوا صافي هادشي اللي كاين نتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار هذا يعجبكم وان شاء الله ما تنسوناش من لايك ومن الاشتراك للتشجيع فقط والى اللقاء السلام عليكم.